ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على أجدع وأحلى ناس في كوكب الأرض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة. وحلقة النهاردة يا سادة من سلسلة تطبيقات للربح من الإنترنت للمبتدئين. وحلقة النهاردة بناء على طلب حضراتكم، جالي أسئلة كتير جدا الفترة اللي فاتت في الكومنتات، اتكلم عن تطبيق كاجو، اشرح تطبيق كاجو، التطبيق صادق ولا كاذب. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة مع بعض للتطبيق. خد بالك أنا بقول لك مراجعة، يعني أنا براجع التطبيق معاك، وفي نهاية الفيديو بقول لك رأيي بكل أمانة في التطبيق، هل تشتغل عليه ولا لأ، هل هو صادق ولا كاذب، وأي حاجة أنت محتاج تعرفها إن شاء الله. فالفيديو ده هيكون مرجع للتطبيق بأمر الله تعالى، وتأكدوا إن أنا يعني مش هخون حضراتكم. ولكن قبل ما أخش في الموضوع، في حاجة بس عايز أقولها حصلت في الفيديو اللي فات. جالي كومنت كان سلبي جدا لدرجة إن أنا كنت بفكر أصلا ما صورش. حد كان كاتب لي انت بتشرح حاجات وبتيع واخواتنا في غزة بيموتوا، اعمل لهم حاجة. طب انا في ايدي ايه اعمله؟ يعني انا في ايدي ايه اعمله؟ انا ليس في ايدي شيء غير الدعاء. انا بدعي لهم والله، وبخلي الناس في كل حلقة تدعي لهم، ولكن انا مش في ايدي حاجة. والله التعليق ده كان مبوظ نفسيتي خالص. يا جماعة انا بشرح هنا في القناة طرق تفتح بيها بيزنس على الانترنت، وبشرح تطبيقات، وبشرح حاجات لها علاقة بالتقنية، وبشرح تطبيقات للربح من الانترنت للمبتدئين وبرجعها. ولو التطبيق نصاب انا بطلع اقول ان هو نصاب. ما تجيش انت في الكومنتات تقول لي انت بتلهي الناس عن غزة، دي كلمة كبيرة جدا. فياريت تخلي بالكم الكلام اللي انتوا بتكتبوه، عشان بيأثر في نفسية الواحد والله العظيم. ده بس اللي انا كنت عايز اقوله. وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة، ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، ويلا بينا على طول نبدأ نشرح التطبيق وازاي نحمله. طبعا اول حاجة هتعملها هي هتنزل في الديسكريبشن، هتضغط على الرابط هيوديك على طول على جوجل بلاي علشان تحمل التطبيق، او هتحمله من iOS اللي هو الايفون. يعني التطبيق متوفر هنا وهنا الحمد لله. لا زي ما انت شايف التطبيق اسمه كاجو، اسم نوع من انواع المكسرات، واللوجو بتاعه على شكل كاجو برضو، ومن انتاج شركة اسمها كليك. الشركة دي انا كنت عامل لها شرح قبل كده لتطبيق، هي كانت شرحها والشركة فعلا كانت بتدفع، وعملنا مسابقة مع بعض وكسبوا ناس كتير. ولكن اقسم بالله الفيديو ده مش اعلان خالص للشركة، ولكن الشركة دي صادقة وانا اتعاملت معهم قبل كده، وصاحبها اسمه مستر عبد الله، ده للامانة يعني. تمام، زي ما انت شايف هنا تقييم التطبيق 3.2 من 10، وده مش احسن حاجة. وعدد التحميلات 100,000 تحميل. وعندنا هنا الكومنتات، في ناس بتشكر في التطبيق كالعادة، وناس بتقول ان التطبيق كذاب وزي كل مرة، ولكن في ناس كتير بتقول ان التطبيق مش كويس، في ناس اكتر بتقول ان التطبيق كويس، وفي حالة من الكومنتات. ولكن اللي ملاحظ هنا ان في كومنتات كتير سلبية حوالين التطبيق. طيب نطلع نعمل التطبيق نستول بشكل عادي، ونضغط على كلمة فتح، هيبدأ يفتح معنا بالواجهة دي. هنضغط هنا على إنشاء حساب، وهنا بيقول لي دخل عمرك، هقول له 23. هضغط على التالي، هيقول لي دخل اسمك كامل، هقول له خالد عبد الله بالشكل ده حسن، هقول له التالي. هنا بيقول لي دخل اسم المستخدم، وخد بالك اسم المستخدم لازم يكون فريد. على سبيل المثال خلودة متاخد أكيد 11، وهدخل البريد الإلكتروني بتاعي أي بريد. تمام، هنا بيقول لك خلي دايك رمز دعوة. طبعا هسيب لك كود الدعوة بتاعي هنا دلوقتي علشان لو انت حابب تدخله، مش حابب دي حاجة برضو ترجع لك. وهتضغط على التالي وتدخل كلمة سر، وخلاص كده مبروك عليك، انت كده عملت حساب في كاجو. اعمل الخطوات دي، تعال احنا بقى ايه بعد ما اعملها وسجل حساب نخش على الخطوات اللي بعد كده ونشرح التطبيق. الحمد لله بعد تقريبا اكتر من ربع ساعة سجلت حساب في التطبيق. التطبيق فيه مشاكل كتير جدا، واهم مشكلة فيه من وجهة نظري هي الاستضافة. الاستضافة بتاعته تقريبا ضعيفة جدا، ومش مستحملة العدد اللي دخل على التطبيق. بس بلاش نظلمهم، ممكن يكون ده من الضغط على الاستضافة، لان دخل عدد كبير وهم ما كانوش متوقعين مثلا. ولكن انا شايف ان التطبيق هي بدأ يظبط تاني، يعني اقدر اشرحه دلوقتي. انا كنت بفكر الغي الحلقه اصلا، ولكن الحمد لله اشتغل يعني. بس خد بالك هتعاني وانت بتسجل الحساب، او انت بتسجل الدخول، او انت حتى بتفعل الحساب. خد بالك انت لازم تفعل الحساب، هتروح على البروفايل بتاعك، والمفروض هتضغط على علامه المحفظه، هيطلب منك هنا انك تفعل حسابك، هتروح للجيميل بتاعك، هتلاقي كود تفعيل هتجيبه وتدخله، وخلاص كده الموضوع بسيط جدا. ولكن الاستضافه كانت تقيله شويه فغلبني شوية، ولكن ده مش مشكلة. التطبيق هيفتح معاك بالواجهة دي زي ما قلت لك، هو عبارة عن فيديوهات وبوستات، وفي ذكاء صناعي واي اي مولد صور وهاشتاج المنشور، وفي كذا اوبشن حلو يعني. لكن احنا اللي يهمنا النهاردة هو ازاي نقدر نكسب من التطبيق ده. هنضغط على العلامة بتاعت الايموجي اللي بيضحك، يعني اللي هي العلامة الشخصية. اهم حاجة تضغط على تعديل الملف الشخصي وتظبط البيانات بتاعتك. تمام، بعد كده تضغط على علامة المحفظة بالشكل ده،
هيفتح معاك الصفحة دي زي ما انت شايف، اكمالي النقاط هنا 51 نقطة. طب احنا ممكن نكسب نقاط من ايه يا عم خالد؟ هنضغط على اكسب بالشكل ده، زي ما انت شايف هنا بيقول لك اضافة منشور هتاخد 50 نقطة، مشاهدة منشور هتاخد بوينت دوت زيرو نقطة، يعني 1% من نقطة تقريبا يعني. اضافة تعليق هتاخد 5 نقاط، واضافة اعجاب على منشور هتاخد 10 نقاط، والحصول على متابع جديد هتاخد 15 نقطة. تمام، يبقى دي طرق تجميع النقاط، مفيش طرق تانية. هو في دعوة اصدقاء ولكن مش عارف انت تكسب منها قد ايه. على سبيل المثال لو رحنا على علامة الاعدادات هنلاقي هنا دعوة الاصدقاء، ولكن هو هنا بيديك كود مش مكتوب لك هتكسب قد ايه بالظبط. تمام، نرجع تاني للمحفظة بتاعتنا بالشكل ده. حلو جدا، عشان نشوف ايه بقى السحب قد ايه وايه الدنيا. طبعا تقدر تشحن نقاط ولكن احنا مش عايزين الموضوع ده، احنا عايزين نضغط على استبدال. تمام، هنا بيقول لك المبلغ المسترد. هنا الحد الادنى لسحب الارباح هو 1 دولار يا جماعه، ومش عارف ال 1 دولار بالظبط بيساوي كام نقطه، فانا هقول له هنا ال 10000 نقطه. ال 1000 نقطه بتساوي 667 سنت، ده 100 سنت. طب ال 10000 دولار بيساوي 6 دولار بوينت 67، يعني تقريبا حوالي 1500 نقطه او 2000 نقطه بيساوي 1 دولار. تمام، وبتقدر تسحب ارباحك عن طريق المحفظه الالكترونيه بتاعتك في مصر، فودافون كاش، اتصالات كاش، او اورنج كاش. بس ده الفكره بتاعت التطبيق، ودول الطرق اللي انت تقدر تكسب منهم. وهنا السجل بتاع العمليات بتاعت النقاط، زي ما انت شايف انا هنا كسبت من مشاهده المنشور ومعايا 51 نقطه، مفيش حاجه تانية يعني. هنا اليومي المنتشر المكتسب تلقي هدايا، مفيش كمان في نظام الهدايا، معنى كده ان هيكون في بس مباشر او الناس تقدر تبعت لك هدايا، فحاجة كويسة. ممكن تبعت له فلوس، 10 نقاط، 100 نقطة، 190، 280، 370، فأوبشن حلو برضو، أوبشن لطيف وزريف يعني، حاجة جميلة. طيب حلو جدا، بس هو ده التطبيق، مفهوش أي حاجة تانية. هنا الأحدث دي المنشورات، والشائع ده الفيديوهات، وهنا المتابعين الناس اللي انت بتتابعها، مفهوش أي حاجة تانية. بس تعالى بقى اقول لك رايي في التطبيق بكل امانه، هل تشتغل عليه ولا لا؟ التطبيق بكل امانه فكرته حلوه جدا، وشركه كليك من الشركات المحترمه اللي اتعاملت معاها قبل سنه من دلوقتي تقريبا او اقل من سنه. صاحبها تقريبا اسمه مستر عبد الله، كان شخص محترم وكان شخص كويس، والشركه بتاعت كليك كانت بتدفع الارباح فعلا، والتطبيق ده ليه اثباتات سحب كتير. ولكن انا كخالد عبد الله ما سحبتش منه، ودي 5 مرة أجربه، ولكن الفترة الجاية هشتغل عليه إن شاء الله. لو لقيت التطبيق تمام هعمل لكم إثبات سحب منه، ولو لقيته مش تمام برضه هقول لكم في الكومنتات. ولكن الشركة دي تمام لأن اتعاملت معاهم قبل كده، والناس سعوديين محترمين وعلى راسنا من فوق، وأي مشروع عربي إحنا بندعمه يا جماعة. ولكن مشكلتي مع التطبيق الوحيدة إن الاستضافة بتاعته تقيلة جدا جدا، الاستضافة تقيلة والأبلكيشن فيه مشاكل كتير، فممكن مستخدم جديد يمل من التطبيق وما يكملش فيه. غير كده فالتطبيق كويس وفكرته كويسة وشبه تيك توك بالظبط، مفيش فيه أي اختلاف. فبس الدنيا إن شاء الله تكون بسيطة، وده كان رأيي في التطبيق. رأيي في التطبيق النهائي التطبيق كويس، اشتغل عليه، ولكن في مشكلة هي بطء الاستضافة، ولكن أعتقد هيصلحوها الفترة اللي جاية، لأن التطبيق بدأ ينجح، وده نجاح لشركة سعودية، فأنا مبسوط بالنجاح ده، وإن شاء الله هيكون في حلقة إثبات سحب قريبا جدا من التطبيق. أشوفكم في فيديو جديد، صباحكم زي الفل وعسل.